الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. وطالما احنا بنتكلم في قناه اليقين فحب ابدا بالايه القرانيه الكريمه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. بالفعل اليقين، كل اليقين في شهر رمضان الكريم، شهر جميل في بهجه للنفس غير عاديه. يعني حتى احنا بنتكلم مع مجموعه من الاصدقاء، قلت له تخيل انت الحدث الوحيد على مستوى العالم اللي ممكن ياتي في حياتك تحتفل وتحتفي قبل منه بايام وباسابيع، ورق رمضان والزينه وفوانيس رمضان والنور الفلاشر اللي بينور ويطفي، بهجه للنفس. ناهيك ان 30 يوم الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الشريف: للصائم فرحتان، فرحه عند افطاره وفرحه عند لقاء ربه. هات لي حدث في حياتك بتفرح فيه 30 يوم ورا بعض، ما بيحصلش. فبهجه للنفس بيبقى ليها انعكاسها على الصحه النفسيه للانسان. بلس او بالاضافه ان شهر رمضان بيعمل انماء للذات. يعني حضرتك كونك تاخد قرار انك هتصوم بكره، ده قدره على اتخاذ القرار. كتير جدا بنشوف ناس متجوزه ومخلفه ما تعرفش تاخد قرار، وكتير جدا بنشوف ناس في اشغالها سايب الشغل لغيره ما يعرفش ياخد قرار. عارف حضرتك شهر رمضان ده تدريب سلوكي للاعتياد على اتخاذ القرارات، بيعمل لك انماء للذات. ناهيك ان هو بيهذب النفس. يعني احنا دايما بنشوف الواحد لما بعد ما يتنرفز حتى ولا حاجه ويجي واحد ينرفزه يقول: يا عم بعيد عني، اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. يعني شوف تهذيب السلوك، لان الرسول قال لك ايه: رب صائم لا ياخذ من صيامه سوى الجوع والعطش. فالصيام ده بيخليك تتحلى بمكارم الاخلاق، يخليك حتى واحد ظن عليك بعربيه بتعديها، واحد نرفزك، حجره فوق منك نقطت، ما اعرفش ايه الحدث اليومي في الشارع المصري. في رمضان في ضبط للنفس، في تهذيب للسلوك، في اقلاع عن بعض العادات الغير مرغوبه زي التدخين على سبيل المثال. يعني حتى منظمه الصحه العالميه قالت لك ان الانسان لما بيتعرض لخبره الحرمان من الطعام دي بتفرز ماده الافيون عنده زياده في المخ او ماده المخدرات، فبتعمل تهدئه للاعصاب، فمش محتاج ان هو يدخن. فتلاقي في الوضع العادي على كل 10 بيدخنوا بيحاولوا يقلعوا عن التدخين 8 منهم بيجي لهم انتكاسه وبيرجعوا. عكس شهر رمضان، لو انت خدتها فرصه انك تقلع عن التدخين اللي بيجي له انعكاس او ان بيبقى ساقط منك من العشرة، ممكن واحد ما يقدرش يدخن والتسعه بيفلته، فده شيء جميل جدا. فبقول ان رمضان فرصه ذهبيه لتقويه النفس واصلاح الذات، للتكافل الاجتماعي، للتواد والتراحم، لعلاقه الوجه للوجه في الاسره المصريه، ودي علاقه احنا مفتقدينها. ما بنقعدش ناكل على مائده واحده. تخيل انت بقى في رمضان بتتسحر كل يوم مع الاسره وبتفطر كل يوم مع الاسره، شيء جميل وشيء بديع وشيء الواحد لازم يكون حريص عليه جدا ويستغل الفتره دي، لان فعلا فتره ذهبيه لو انت ما طلعتش بيها هربت من تحت ايدك. اتفضل. عشان خاطر ما يشعرش بتاع الفطار. نعم. هو كمان انا دكتور نفسي مش بتاع تغذيه، انما هجاوبك. يعني الاكل الصحي اللي تاكله من ايد مراتك، اللي تاخده من ايد اولادك وتقابله بابتسامه، ده يمري عليك سيكولوجيا، يمري عليك لما تستشعر الموده والرحمه والسكن والسكينه في الطبق اللي بيتقدم لك. والله حتى لو طبق فول هتستمتع بيه جدا. هو ده الغذاء الصحي من الناحيه النفسيه، مش من الناحيه البنائيه او الناحيه التغذيه. فده سؤال جميل على فكره، وانت سالته معرفش ذكاء منك ولا خبص اعلامي، انما هو اجابته بديعه لو يعرفها كل واحد بيسمعنا هيبقى حريص على الغذاء الصحي من الناحيه النفسيه. ما يطلعش ياكل بره مشويات وكباب ويقعد في الشوارع ونحن بنشوفه دوت، لا اطلاقا. يبقى حريص على قعده مع المدام بتاعته ومع اولاده عشان يبقى في تأصيل لمعاني الموده وترسيخ لكل معاني الرحمه، هيطلع باجمل واحلى طبق شهي وغذاء صحي من الناحيه النفسيه. هو مش بيعاني، هو بص حضرتك هو بيعاني في اول 3 ايام لان النيكوتين بيتسحب من الجسم. فبقول له انت بس اصبر، يعني الصيام ده محك ليك لقوة الارادة عندك، اصبر وخلي عندك قوة ارادة ونوع من الصلابة النفسية. اعتقد لو انت تجاوزت الفترة الحرجة اللي هي 3 ايام بعد كده دوت هتقلع عن التدخين، لان هيكون اوتوماتيك التدخين او مادة النيكوتين اتسحبت من الجسم. فهو فرصة جميلة جدا. يعني فعلا لو علمت امتي ما في رمضان لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. ده حقيقي.